أول أسئلة هذه الحلقة من المرسلة مها الراشد من القصيم، تقول في سؤالها الأول: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغما عنها؟ وهل التي تريد أن تضحي وهي في بيتها، أي لم تذهب للحج، هل لها أن تمشط شعرها وتستحم، علما أن شعرها يسقط وقت الاستحمام بغير إرادتها؟ جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن تساقط الشعر من المحرم أو ممن يريد أن يضحي عن نفسه في أيام العشر إذا كان من غير قصد ومن غير تعمد فإنه لا يضر، وإنما الممنوع تعمد أخذ الشعر للمحرم حلقا أو قصا أو نتفا، وكذلك بالنسبة لمن يريد أن يضحي عن نفسه في أيام العشر، عشر ذي الحجة، فإنه لا يتعمد إزالة الشعر. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤالها الآخر تقول: إذا أدى الحاج العمرة وخرج بعد ذلك لزيارة أقاربه خارج الحرم، هل يلزمه طواف الوداع وهل عليه شيء من ذلك؟ بقي من السؤال الأول حكم الاغتسال بالنسبة للمحرم وبالنسبة لمن يريد أن يضحي عن نفسه في أيام العشر. حسن، لا بأس بالاغتسال والتنظف، الحمد لله، وكذلك من إصلاح شعر الرأس، لكن برفق حتى لا يتساقط منه شيء. نعم.